أدعو فخامة الرئيس محمود ولد الشيخ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود بداية التوجه بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير الملكي محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي عموما على استضافة هذه الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، وعلى ما أحطنا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة منذ وصولنا لهذه الأرض الطيبة المباركة. كما أهنئ جلالته على تسلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، مشيدا بما يطلع به وولي عهده من دور ريادي وفعال في خدمة قضايا أمتنا العربية. ويطيب لي كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إسهامه في الدفع قدما بالعمل العربي المشترك خلال رئاسته للدورة الماضية. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه أيضا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها سعادة الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وفريقه في سبيل تطوير عمل جامعتنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن ما يلوح في خضم الأزمات المتنوعة التي تجتاح العالم من بوادر تغيرات جيوستراتيجية عميقة ليؤكد حاجتنا الماسة إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات لتطوير وترقية عملنا العربي المشترك. فبقدر ما يتعزز هذا العمل تتحسن قدرتنا الجماعية على الصمود في وجه مختلف التحديات، وكذلك فعالية جهودنا في تحقيق ما نطمح إليه من تنمية ومن استقرار. ثم إن عملنا المشترك هو الذي به يقوى ويتعزز حضورنا على الساحات الدولية سياسيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا. وأود في هذا الإطار أن أجدد دعمنا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة إكسبو 2030، وأن أهنئ أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن إحساسي بضرورة تطوير عملنا العربي المشترك يزداد عمقا وقوة كلما نظرت إلى الوضع الراهن في فلسطين المحتلة وإلى ما يشهده عالمنا العربي من نزاعات وما يواجهه من تحديات مصيرية. وإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لندين بقوة الاعتداءات الإسرائيلية ونجدد التأكيد على تمسكنا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما تقتضي به قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربي. ونؤكد كذلك تمسكنا بالحلول التي تحفظ الوحدة الترابية وترصي دعائم الاستقرار والأمن في كل من ليبيا واليمن، مستبشرين بما يلوح من انفراج في البلدين. كما ندعو في ذات الوقت إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم وفعال في جمهورية السودان، ولخلق ظروف مناسبة لتقديم الدعم الإنساني وللتأسيس لحل سياسي شامل في هذا البلد الشقيق. وإنني لأشيد هنا بكل الجهود العربية المبذولة في هذا الصدد، وخاصة بالرعاية السعودية الكريمة للمحادثات بين الأطراف السودانية الشقيقة، آملاً أن يفضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه إلى رسم خارطة طريق تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه وحق مواطنيه في الأمن والاستقرار. وأشيد كذلك بعودة جمهورية سوريا الشقيقة للحضن العربي، آملاً لها أن تستعيد بشكل كامل
دورها المحوري التاريخي في تعزيز العمل العربي المشترك، ومرحبا بأخي صاحب الفخامة الرئيس بشار الأسد بين أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. أيها السادة والسيدات، إن العمل العربي المشترك لا يقوى إلا بقدر قوة الشراكات الاقتصادية بين بلداننا العربية، ولذا لا بد لنا من تعزيز تبادلاتنا الاقتصادية البينية تمهيدا لقيام سوق عربية مشتركة تؤسس لتنمية مستديمة وشاملة في فضائنا العربي. ومن هذا المنطلق تنبع الأهمية القصوى التي توليها بلادنا لانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط مطلع شهر نوفمبر القادم، والتي يحدون الأمل في أن تكون محطة متميزة من مسيرة العمل العربي المشترك. وإنني أرجو لأعمال هذه الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية كل النجاح والتوفيق. لأعبر لكم مسبقاً إخوتي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو عن سروري باستقبالكم في نواكشوط للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ على كلمته.